السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناتنا الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم بإذن الله تعالى في الفيديو ده عن ترتيب الفرق أو ترتيب المنتخبات بمعنى أصح في دور المجموعات بالنسبة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإذن الله تعالى. النهاردة الجمعة 11/6/2021 أو 11 يونيو 2021 استكملت كل مباريات الجولة الثامنة من التصفيات، فاضل مباريات الجولة العاشرة بإذن الله تعالى هنتكلم عنها بعد كده ونعمل عنها مواعيد مباريات. الفيديو ده هنتكلم فيه عن نتائج مباريات الجولة الثامنة كاملة اللي كان فيها مباراتين يوم الأربعاء الماضي، واحدة منهم لمنتخب لبنان، وهنتكلم عن هنشوف لو في فرق تأهلت إلى جانب يعني منتخب اليابان ومنتخب قطر اللي احنا قلنا اللي هو مستضيف للبطولة، فبالتالي مش هيتأهل للدور القادم طبعا إن هو صاحب الأرض يعني. إلى جانب برضو منتخب سوريا طبعا تأهل وكمان صاحب المركز الأول في مجموعته. ونتكلم عن ترتيب المجموعات كاملة ونتكلم عن ترتيب الهدافين بإذن الله تعالى، والأهم من ده كله انتوا طبعا منتظرين الناس اللي توقعت توقع صحيح بالنسبة لمباراة العراق ومباراة الأردن أمام الكويت اللي محدش توقع فيها إجابة صحيحة، مباراة اليمن أمام أوزبكستان أيضا محدش توقع إجابة صحيحة. أما بالنسبة لمنتخب السعودية، مباراة منتخب السعودية في توقعات صحيحة، وفي بالنسبة لمباراة الإمارات في توقعات صحيحة. هنتكلم عن أصحاب التوقعات الصحيحة طبعا، اشكرهم طبعا في الفيديو زي ما شكرتهم على المنتدى. واللي مش عارف النظام، احنا بنعمل مسابقه كده عند موعد كل مباراه، مش الخاصه بالتصفيات دي بس، لا اي مباراه على القناه لو انت جديد يعني معانا، بنختار ثلاث تعليقات يكون صحيحه، ثلاث تعليقات توقعات صحيحه لنتيجه المباراه، وبنتكلم عنهم مع المنتدى، وفي نفس الوقت بنتكلم عنهم على الـ القناه هنا في فيديو من الفيديوهات بتاع القناه. انا اسف طولت عليكم، انا عارف والله في ناس ما بتحبش الاطاله دي كلها. خلينا نخش على طول على نتائج المباريات. متابعينا الكرام، يوم الأربعاء الماضي 9/6/2021 كان عندنا مباراتين تكلمت عنهم قبل كده، بس هما في الجولة الثامنة فبالتالي نتكلم عنهم تاني. تركمانستان فازت على منتخب لبنان 3-2، وسريلانكا خسرت أمام منتخب كوريا الجنوبية 0-5 أو 5-0 كوريا الجنوبية، والمباراتين دول في المجموعة الأخيرة المجموعة الثامنة اللي طبعا انسحبت منها كوريا الشمالية، فبالتالي بقوا أربع منتخبات فقط، كل منتخب هيلعب ست مباريات. اما اليوم الجمعه 11/6/2021 ميانمار خسرت امام كرغيزستان 1-8، احرز هدف كرغيزستان 8 تورسو نالي، روستا موف في الدقيقه 22، جوليزجيت في الدقيقه 29، فرهات في الدقيقه 34، اليما رودون في الدقيقه 45، ميرلان في الدقيقه الثانيه من نقطه قدره ضعف في الشوط الاول، ميرلان ايضا في الدقيقه 61، وبوكوليف في الدقيقه 63، وميرلان في الدقيقه 78. هدف ميانمار عن طريق هلاين في الدقيقة 69. الفلبين فازت على غوام 3-0، أحرز أهداف الفلبين أنخيل غيرادو في الدقيقة 12، اسمه وين هوفر في الدقيقة 60، ومارك هارتمان في الدقيقة 88. أما إيران ففازت على كمبوديا 10-0، أحرز أهداف إيران علي رضا من ضربة جزاء في الدقيقة 16، شجاع خليل في الدقيقة 22، مهدي طرمي لاعب فريق بورتو طبعا في الدقيقة 27، وسور هدف في مرمى بيلعب لكمبوديا في الدقيقة 32، ميلاد محمدي في الدقيقة 58، مرتضى بر علنغيني ده في الدقيقة 64، كريم انصار فريد من ضربة جزاء في الدقيقة 77، كاوا رضائي في الدقيقة 80، المهدي غادي في الدقيقة 84، وكاوا رضائي في الدقيقة 87. 10-0 نيبال أمام أستراليا، فوز أستراليا 3-0 على ملعب، أو مش ملعب بقى خلاص، 3-0 على نيبال. أحرز هدف أستراليا ماسيو ليكي في الدقيقة 6، كارازيتش في الدقيقة 38، مارتن بويل في الدقيقة 57. نيجي بقى لمنتخب العراق والفوز على هونج كونج 1-0، وأحرز الهدف محمد قاسم في الدقيقة 13. وخليني أقول لك مين الفائزين بالتوقع الصحيح لمنتخب العراق أو نتيجة مباراة العراق يعني. تعليقين فقط مش ثلاث تعليقات، أنا قلت طبعا آخد ثلاث تعليقات بس هما الاتنين دول جاوبوا صح. الأستاذ أحمد الساعدي توقع أن العراق 1-0 على هونج كونج، والاستاذ حسين علي، والاستاذ حسين علي كان توقع ايضا في مباراه تانية خاصه بكاس العراق يعني ما شاء الله عليه، توقع ايضا نتيجه 1-0 للعراق على هونج كونج. بعد كده فيتنام فازت على ماليزيا 2-1، احرز هدفي فيتنام نايجين في الدقيقه 27، وجاي من ضربه جزاء في 82. هدف ماليزيا جاء عن طريق جهريم او من ضربه جزاء في الدقيقه 71. منتخب الامارات فاز على منتخب اندونيسيا 5-0، ما فاز احرز الاهداف لمنتخب الامارات علي احمد مبخوت في الدقيقه 22، فابيو ديليما في الدقيقه 28، علي احمد مبخوت في ضربه جزاء في الدقيقه 49، فابيو ديليما في الدقيقه 55، وسبستيان تيجالي في الدقيقه 86. خلينا نشوف مين الفائزين.
الفائزين هم قناة الأستاذ أو اسمها كده فوت تورتلز والأستاذ مصطفى فاضل، هما الاتنين دول فقط اللي توقعوا إجابة صحيحة. تمام كده، خلينا برضه نفتح الصورة احتياطي ليكون في حد تاني. زي ما قلت لك هما الاتنين دول فقط توقعوا إجابة صحيحة لمنتخب الإمارات. متابعي الكرام، الصين فازت على جزر المالديف 5-0. أحرز أهداف الصين ليو بين بين في الدقيقة 5، لي وو في الدقيقة 30، ألان كارفالهو في الدقيقة 68، شانغ يونينغ في الدقيقة 69، وتان لونغ في الدقيقة 79. عمان أو سلطنة عمان فازت على أفغانستان 2-1. أحرز هدف أفغانستان أوميد بوبالزاي في الدقيقة 23، هدفي عمان عن طريق عبد الله فواز في الدقيقة 13 وعبد الله فواز في الدقيقة 51. خلينا نشوف اللي توقعه صح بالنسبة لمباراة منتخب عمان. هو توقع واحد صحيح لهذه المباراة لقناة الأستاذ أو معرفش اسم القناة، يعني كورة ستادي. تمام، هو التوقع الوحيد 2-1 لمنتخب عمان. أما مباراة منتخب اليمن أمام منتخب أوزبكستان فانتهت النتيجة بفوز أوزبكستان 1-0. أحرز هدف ماشاريبوف من ضربة جزاء في الدقيقة 19، والحقيقة محدش توقع صح، يعني حتى التوقعات كان عددها قليل بالنسبة لهذه المباراة. سنغافورة خسرت أمام منتخب السعودية 0-3. أحرز هدف منتخب السعودية سالم الدوسري في الدقيقة 84، فهد المولد في الدقيقة 87، وصالح الشهري في الدقيقة 96 يحرز هدف سالم. خلينا نشوف مين اللي توقعه صح لهذه المباراة. التوقع الصحيح لمباراة السعودية هو توقع واحد فقط، هو الأستاذ الجوكر العراق الكرو، توقع أن السعودية 3-0 على سنغافورة. شكرا جزيلا لكل المتوقعين. اما مباراة الكويت امام الاردن فالنتيجة بقت 0-0. الحقيقة جت تعليقات كتير ولكن ولا واحد توقع النتيجة 0-0. شكرا جزيلا لكل اللي توقعوا. دلوقتي بقى خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات. انا عارف ان طولت عليك جدا يعني، ولكن هقول لك ترتيب المجموعات سريعا باذن الله تعالى. متابعينا الكرام، في المركز الاول في المجموعة الاولى والمتأهل اصلا للمرحلة القادمة سوريا في المركز الاول ب 21 نقطة، الصين في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، الفلبين المركز الثالث ب 10 نقاط، جزر المالديف المركز الرابع ب 6 نقاط، وغوام المركز الخامس الأخير بدون نقاط. المجموعة بي أو المجموعة الثانية، أستراليا متصدرة المجموعة وبعد الفوز اليوم هي خلاص تأهلت رسميا مع سوريا إلى المرحلة القادمة. في المركز الأول ب 21 نقطة من 7 مباريات. طبعا المجموعة الأولى كلها لعبت 7 مباريات ما عدا منتخب غوام لعب 8 مباريات كاملة. كل منتخب بيلعب 8، قلنا الكلام ده قبل كده يعني. استراليا قلنا خلاص. الأردن في المركز الثاني ب 14 نقطة بعد التعادل اليوم، الكويت المركز الثالث ب 11 نقطة، نيبال المركز الرابع ب 6 نقاط وده المنتخب الوحيد اللي لعب 8 مباريات، تايبي أو الصين تايبي في المركز الخامس الأخير بدون نقاط، والأربع منتخبات التانية غير النيبال لعبوا 7 مباريات. المجموعة سي أو المجموعة الثالثة، العراق متصدرة المجموعة ب 17 نقطة، إيران في المركز الثاني ب 15 نقطة، البحرين المركز الثالث ب 12 نقطة، وهونج كونج المركز الرابع والأخير ب 5 نقاط، والأربع منتخبات لعبوا 7 مباريات. اما منتخب كمبوديا في المركز الخامس والاخير بنقطه وحيده ولعب 8 مباريات. المجموعه الرابعه، المجموعه دي السعوديه متصدره المجموعه ب 17 نقطه، اوزبكستان المركز الثاني ب 15 نقطه، فلسطين المركز الثالث ب 7 نقاط، وسنغافوره المركز الرابع والاخير ب 7 نقاط ايضا ولكن لعب 8 مباريات. اليمن المركز الخامس والاخير ب 5 نقاط، والاربع منتخبات غير سنغافوره لعبوا 7 مباريات. المجموعة إيه أو المجموعة الخامسة، قطر متصدرة المجموعة البلد المستضيف ب 22 نقطة لعبت مبارياتها كامل أصلا، عمان في المركز الثاني ب 15 نقطة، الهند المركز الثالث برصيد 6 نقاط، أفغانستان المركز الرابع ب 5 نقاط، بنجلاديش المركز الخامس والأخير بنقطتين. قطر لعبت 8 مباريات وباقي الأربع منتخبات لعبوا 7 مباريات. مجموعة إف أو المجموعة الستة، اليابان متصدرة المجموعة وتأهلت رسميا ب 21 نقطة من 7 مباريات، كيرغيزستان المركز الثاني ب 10 نقاط، طاجيكستان المركز الثالث ب 10 نقاط، منغوليا في المركز الرابع ب 6 نقاط من 8 مباريات، ميانمار المركز الخامس الأخير ب 6 نقاط. المجموعة جي أو المجموعة السابعة، فيتنام متصدرة المجموعة ب 17 نقطة، الإمارات المركز الثاني ب 15 نقطة، تايلاند المركز الثالث ب 9 نقاط، ماليزيا المركز الرابع ب 9 نقاط، والأربع منتخبات لعبوا 7 مباريات. أما إندونيسيا المركز الخامس الأخير بنقطة وحيدة ولعبت 8 مباريات. المجموعة اتش، المجموعة الأخيرة، طبعا كوريا الشمالية انسحبت فباقي 4 منتخبات، كل منتخب هيلعب 6 مباريات. كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة ب 13 نقطة من 5 مباريات، كذلك لبنان لعبت 5 مباريات في المركز الثاني ب 10 نقاط، تركمانستان المركز الثالث ب 9 نقاط، وسريلانكا المركز الرابع والأخير بدون نقاط، وتركمانستان وسريلانكا لعبوا 6 مباريات. بالنسبة نظام البطولة هيحصل ازاي؟ دلوقتي هو هيتم خصم بعد انتهاء كل المباريات، طبعا
هيتم خصم مباريات الاربع منتخبات الاول والثاني والثالث والرابع، يتم خصم مبارياتهم مع صاحب المركز الخامس، كانه انسحب هو كمان زي كوريا الشماليه كده، ويتم خصم مبارياته، بس الكلام ده بعد انتهاء خالص كل المباريات. وبعد كده هنشوف ساعتها صاحب المركز الاول في كل مجموعه يتاهل الى الدور القادم، وافضل اربع مراكز في المركز الثاني. بما ان قطر اصلا تاهلت فهيبقى افضل خمس مراكز صحاب المركز الثاني، افضل خمسه هياخدوهم مع السبعه، لان قطر مش خلاص قطر مش هتدخل الدور القادم، هياخدوهم مع السبعه اللي هم اصحاب المراكز الاولى، يبقى 12 منتخب هيلعبوا في مجموعتين، كل مجموعه ست منتخبات هيلعبوا بنظام الدوري، وبعد كده او مش بنظام الدوري بقى اه بنظام الدوري بنظام الدوري، وياخدوا اول مركز اول وتاني في المجموعه الاولى، اول مركز اول وتاني في المجموعه الثانيه، صاحب المركز الثالث هنا والمركز الثالث هنا، هيلعبوا ذهاب واياب. اتمنى تكون فهمتني وانا موضح الكلام ده في فيديوهات سابقه. دلوقتي علشان ما اضيعش وقتك ووقتي الثمين طبعا اللي انا اسف طولت عليك فيه، تعرف على ترتيب الهدافين سريعا. متابعي الكرام، متصدر الهدافين علي احمد مبخوت لاعب منتخب الامارات في المركز الاول ب 10 اهداف، في المركز الثاني تاكومي مينامينو لاعب منتخب اليابان ب 9 اهداف، في المركز الثالث يويا اوساكو لاعب منتخب اليمن ب 8 اهداف، المركز الرابع لي وو لاعب منتخب الصين ب 7 اهداف، يتساوى مع عمر السومل لاعب المنتخب السوري، والدور تشمردوف لاعب اوزبكستان، وكريم انصرف لاعب ايران، وفي المركز الخامس المعز علي لاعب منتخب القطر ب 6 اهداف، وبهاء فيصل لاعب منتخب الاردن، وسردار ازمون لاعب منتخب ايران، ومحمود المواس لاعب سوريا، وكام تشان ووك لاعب كوريا الجنوبيه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عملاك الفيديو، وبعتذر على الاطاله، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.